سورة الحج وتأشيرتك إلى الحج، سورة نزلت آياتها متفرقة ما بين مكة والمدينة، في الحضر والسفر، في الليل والنهار. سورة طبيعي جدا إنها تكون سورة الحج. الحج الرحلة اللي بتبدأها من بيتك أينما كنت، من لحظة ما بتنوي إن أنت تحج لغاية ما بتوصل البيت الحرام، الرحلة اللي بتاخدك الصورة ليها حتى لو ما كنتش حجيت قبل كده، وحتى لو حجيت مرة أو أكتر. الصورة بتاخدك لأول مرة لعمق معاني رحلة الحج من غير ما تحتاج لتأشيرة ولا تذكرة سفر. وانت بتجهز نفسك للرحلة دي بتفكرك الصورة إن حياتك كلها رحلة سفر بمحطات متعددة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وسورة الحج هي السورة الوحيدة في القرآن اللي سمت الكعبة بالبيت العتيق. الكعبة لم تذكر بالاسم ده غير في السورة دي ومرتين مش مرة واحدة. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. في سورة الأنبياء السورة اللي فاتت شفنا سيدنا إبراهيم في بداية الطريق في لحظة هدم الأصنام، وهنا في سورة الحج بنشوفه بعد ما أكمل بناء البيت وبدأ يوجه نداءه لكل الناس أن تعالوا إلى البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. احنا في مرحلة ما بعد البناء، مرحلة خروج الرسالة من المحلية الى العالمية. نداء سيدنا ابراهيم موجه لكل الناس مش لقومه بس. سورة الحج كمان هنلاقي فيها الآية اللي اذن فيها للمسلمين بالقتال، اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير، الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. حاجة غريبة جدا، إيه العلاقة بين الحج والإذن بالقتال؟ العلاقة هي المرحلة. نداء سيدنا إبراهيم في الناس للحج كان بعد مرحلة إكماله للبناء، والإذن بالقتال للمسلمين حصل بعد ما المسلمين أصبح لرسالتهم وطن جديد وليد ولابد من حمايته وحماية الرسالة. أصبح عندهم بعد الهجرة بناء يستحق إن هم يدافعوا عنه، ويستحق كمان إنه يكبر ويتوسع. مفيش حد بيحب القتال، ربنا قال إن كتب علينا وهو كره لنا، لكن هي دي الحياة الدنيا فيها حاجات كتير مش على هوانا دايما. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. سنة التدافع بين الحق والباطل، لو ما دفعتش عن الحق الباطل هيهدمه، لولا الدفع ده لهدمت صوامع وبيع ومساجد. الإسلام ما اخترعش القتال ولا الحروب، المسلمين مضطرين غصب عنهم ان هم يحاربوا عشان يحموا الرسالة دي ويحموا المستضعفين من الناس ويفرضوا السلام. الإسلام ما اخترعش الحرب، ولكنه أمر بالقتال من أجل أن لا يكون هناك قتال، أمر بالقتال من أجل السلام. وبعد كده على طول بنلاقي مرحلة ما بعد البناء، التمكين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبة الأمور. بنوا ودافعوا عن البناء وانتصروا في الدفاع والدفع، فكانت النتيجة التمكين اللي ما استغلوهوش للإفساد ولكن لمساعدة الناس والإصلاح ما بينهم. في كل القرآن الكريم مش هنلاقي فعل يعظم غير مرتين اتنين بالعدد، والاتنين في سورة الحج. يعني ايه يعظم؟ يعني يكبر ويفخم، واستخدم مرتين في السورة، مرة لتعظيم الحرمات، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، ومرة لتعظيم الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ليه الأمر بتعظيم الحرمات
والشعائر، لأن للأسف طول فترة مناسك الحج بتخلي الناس في أوقات كتير تنسى هي هنا بتعمل إيه أصلا، وتلاقي مقضي وقته بقى على فيسبوك وعمال يتصور سيلفي قدام الكعبة ويبعت صور وبوستات ويتابع اللايكات والشير، فتلاقي بيأدي المناسك شكليا لكن مفيش أثر في القلب، بيحول الحج لعباد الجوارح. عشان كده تذكرنا الآيات إن الهدف الأساسي من الحج التربية على التقوى مش الشكليات. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. التقوى تقوى القلوب، الحج عبادة قلوب في المقام الأول مش عبادة الجوارح. سورة الحج كمان هي اللي عرفتنا إن سيدنا إبراهيم هو اللي سمانا مسلمين. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. عارف لما حد يقولك عارف جدك فلان اللي عمرك ما شفته بس سمعت عنه كتير، ده هو اللي اختار لك اسمك من قبل ما تتولد، وكأنما الصورة بتربطنا عاطفيا بسيدنا إبراهيم وبرسالته، ونشوفكم على خير إن شاء الله.